السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير بتسأل دكتور، هو أنا لو عندي مرض السكري يبقى ما ينفعليش زراعة؟ طيب، هو سؤال مهم جدا. ليه؟ عشان 14% من الناس اللي على أرض الكويت عندهم مرض السكري، يعني واحد من أصل كل 7 مراجعين بيبقى عنده مرض السكري، يعني بنتكلم تقريبا عن 400,000 بني آدم على أرض الكويت عندهم مرض السكري. طيب، لما يكون مرض منتشر هذا الانتشار احنا محتاجين نعرف اخباره ايه بخصوص زراعة الاسنان. طيب، نقول الاجابة بسهولة، لو انت عندك مرض السكري ينفع لك زراعة الاسنان، لكن بشروط. محتاجين ان حضرتك تكون منتظم جدا في موضوع السكري، وتكون متابع مع طبيب مختص يقدر يزبط لك السكري لفترات طويلة، مش يوم ولا اتنين. وفي تحاليل مخصوصة بنقدر نعرف بيها هو أخبار السكري وانتظامه إيه. فلو عندك مرض السكري، لو سمحت ما تقلقش، لو سمحت ما تفقدش الأمل، أنا هكون منتظرك وبإذن الله هتقدر تزرع.